بنحتاج لواحد كيلو من البرغل الناعم، واحد كيلو من هبرة العجل، 2 حبة بصل متوسطة، فلفل وملح وبهار مشكل. أما الحشوة بنحتاج كيلو من اللحمة الناعمة بالإضافة لفستق حلبي، فلفل وملح وبهار مشكل وسمنة لشوي الكبة. طيب إذا هلأ عم نحضر مشاهدينا عجينة الكبة، رح أخذ شوية تعليقات. بنسلم على أم كرم بتقول لزوجها وليد أبو حطب اليوم عيد زواجهم 16 عقبال المليون سنة إن شاء الله، وإحنا منحب بعض الله يخليكم لبعض، ورح تعمل له كيكة وورق عنب ومقبلات. نيالك نيالك، روح ركض على البيت يا أبو كرم. هلأ الحشوة بس هبرة مقلاية وفستق حلبي، مشهورة فيها الفستق الحلبي. أوكي، ما معها بصل؟ لا لا لا، خلص بس يعني اللحمة زي ما هي. بس ما هي. هلأ بنحاول نحط قدر الإمكان. دائما الواحد لما يشوف النتيجة النهائية من الأكلة بفكرها صعبة، بس لما الواحد يفرجي الخطوات يعني بتلاقيها أسهل من ما متخيل. بس بدها هيك شوية تركيز، إن كان بالشوي له أهمية وإن كان بلفة. بدي أسلم على أحلام الجمل كمان بتتابعنا من السعودية وبتحب تشوف والدتها كل يوم، الله يخلي لك إياها. هي من إربد وبتحب تعيد زوجها بمناسبة عيد ميلاده، كل عام وإنت بخير. أوكي سحر، إذا عم نلف الرول، بنحاول نكبس قدر الإمكان الحشوة. أوكي هلأ هيك لزقنا الطرفين على بعضهم. يا سلام يا عليك يا سحر. نجي من هون منضبها كلها، وبتقدر ست البيت تحضر كمية منها ولا أنت مش كتير بتفضلي قلتي لي التفريز؟ هلأ هيك متى ما تحضرت أوكي تدهنها بسمنة مثل كأنك إنه مشان ما تنشف ولا شيء، وتلفها بجيلاتين وممكن تخزنها تقريبا شهر، ممكن تنحط بالفريزر امتى ما بدها، بتذوب تتليجها وبتنحط بالفرن. تمام يا سحر. بدنا نسلم كمان على صباح. صباحين رديت عليكي، بدي الكتاب اللي إلك ورقمك على الهواء مباشرة. صح، تواصلي معي تحت الهواء إن شاء الله، بعطيك رقم تليفوني أكيد. هون أهم شيء إنك تطلعي شو في هواء بقلبها. أوكي، تنكبس مزبوط يعني. أيوة، كل شيء هواء يطلع. هلأ متى ما حبستيها من هون قلتي لي هذا الجيلاتين خاص ولا نايلون عادي؟ نايلون بس سميك، سميك حتى تمسك معها. أوكي. بدي أسلم على سوسو السيد وشيرين طقطقة، الله يسعد صباحك يا رب. بتسلم على جميع أهلنا في الأردن، هي من فلسطين. هون عم تزحط معي، مو مثل الرخامة مثلاً، الرخامة بتثبت أكثر. أوكي مش مشكلة، قولي المهم نعطيهم الطريقة. طبعاً نحاول نطريها. بعدين السمنة بيقولوا في إنه سمنتها كتيرة، هي ما بتغب أكثر ما هنالك تحمر الكنارة. صح، تعطيها لون كمان. لون وكل السمنة هي بتنقع بتصفي بسفل الصينية بالفرن. تنزل. أيوة. هلا بدنا ناكل إشي زاكي، بدنا ناكله على أصوله. يعني طبعا. واحد ياكل كمية شوفي بسيطة. يا بيقول دهن. إيش؟ خلص ما بيهمني، يا أما ما يقرب على هيك أكلات اللي ما بيحب الدهن. ياكل لقمة بسيطة، ما يحرم حاله. شايفة هاي كلها هيك بندهنها تكون كلها ادهنيها ادهنيها ادهن يا سحر ادهني، توصي فينا خلاص، توصي بالشبيبة. يلا ادهني مزبوط. ايوه هلا انت محضرتي لنا تنتين، شويتيهم ومخلصين. خلص قد ايه بيقعدوا بالفرن؟ في ميزة اذا شويت لا يمكن تقدري تقطعيها دغري. صح، بدها تبرد. لا تتركيها تبرد على الاخر، عشان هيك انا حضرتها قبل بوقت. ايوه عشان اختصارا للوقت، دائما كون احنا يعني محكومين بوقت التلفزيون. هيك جاهزه، هيك جاهزه. هاتي انا هلا بزبط لك امورها، هاي بحط لك اياها على جنب للفرن. تمام، وانت بدي ابدي اقطعي لنا باللي عندك. يلا سحر عشان ما ضل عندنا وقت. يلا فإذا هلا مشاهدينا بدنا نقطع رولات الكبة بعد ما انشوت بالفرن. قلتي لنا بقعدوا قد ايه مدة بالفرن؟ بالفرن 200 درجة. يعني ما بتتحمل ربع ساعة، بس بتقلبيها شوي شوي بقلب. تصبي على الجميع أكيد. أوكي هيك كبتنا صارت جاهزة.